ثالثة من السلسلة تبعيتنا واللي هي المقاطع الصوتية، الأحرف الكلمات اللي بتتكون من أكثر من مقطع صوتي. شلون راح يكون اللفظ، شلون راح يكون قواعد تبعيتها. راح نبدأ الحلقة هلأ. So, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von eurem Deutschkurs Deutsch lernen macht Spaß. So, als erstes werden wir auch wieder anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit dem Wort Glücksspiel. هلا رح نبدأ اليوم درسنا بآخر كلمة هنا فيها الدرس الماضي اللي هي Glücksspiel، لعبة الحظ، بتتألف من مقطعين Glück وشبيل. الاس هي كاس فصل هون بالكلمة Glücksspiel. So, wir müssen erst sagen, dass die deutsche Sprache ist ziemlich arm an Vokabeln. هلا نحن لازم نقول انه اللغة الألمانية فقيرة بالكلمات من حيث الكلمات، لأنه بتجمع أكثر من كلمة بكلمة واحدة وبتعطي معنى ثاني غير الكلمة الأساسية اللي هي مكونة منها. Also, das heißt, in der deutschen Sprache werden oft Wörter zusammengesetzt und die geben eine neue Bedeutung. أي بتجمع الكلمات مع بعضهم بتطلع عندها كلمة ثالثة معنى ثاني. Wie in dem Beispiel Glück und Spiel mit einem Verbindungs-S. مثل البايشبيل تبعتنا، مثل المثال تبعتنا اللي هو Glücksspiel مع الاس اللي بالنص هي اس الوصل. Also das Wort Glück hat an sich eine Bedeutung und das Wort Spiel hat auch eine Bedeutung. كل كلمة بيناتهم لهم معنى ثاني. Glück هي معناتها الحظ، الشبيل معناتها اللعبة، مع بعضهم صاروا Glücksspiel، صاروا لعبة الحظ. So, und es gibt auch Vorsilben und Nachsilben, die die Bedeutung auch ändern können. في عنا شيء اسمه مقطع، يعني الفورزلبة هو المقطع اللي بيبدأ فيه الكلمة، والنخزلبة المقطع اللي بينتهي فيه الكلمة. بيغيروا كمان معاني الكلمات لما بيجوا بكلمات مختلفة. So, wir sagen einige Beispiele, die wir schon kennen vom letzten Mal. Hier ist das Wort Spiel, Zeug. Ein Spiel kann irgendein Spiel sein, zum Beispiel ein Fußballspiel. لعبة، أي لعبة، لعبة ورق، لعبة طابة، لعبة شو ما كانت تكون تسمى شبيل. هلا تسويق هون بالنسبة لها شيء بينتمي للعب، يعني شيء للعب. Und somit ist das ein Spielzeug für Kinder. شبيل تسويق صارت للألعاب، يعني لعبة طفل بتصير أكثر شيء بتدل على إنه هي لعبة طفل. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Beispiel, Fahrzeug. Fahrzeug, Fahr, قيادة. Zeug هي شيء، يعني بصير شيء القيادة اللي هي العربة، السيارة. Fahrzeug اسمها Fahrzeug. Und somit bedeutet das auch Fahrzeug ein Auto. طبعا معناتها سيارة. Flugzeug. Flugzeug كمان نفس الموضوع، فلوج هو طيران، تويك هي شيء، شيء للطيران صار الطيارة. Und wir sehen hier ein Beispiel, wie die deutsche Sprache ziemlich arm an Vokabeln, an Wortschatz, wie kühl und Schrank. هلا هون كمان بنشوف مثال ثاني بدل على انه اللغة الألمانية فقيرة، لأنه بتدمج أكثر من كلمة طالع كلمة بمعنى جديد، اللي هي كول البارد زائد شرنك اللي هي الشرنك هي الخزانة. بيطلع عندك خزانة باردة بيصير معناها كخزانة باردة عربي، بيطلع معناتها براد. كول شرنك طلعت معنا بمعنى جديد اللي هو البراد. Also das Wort Kühlschrank besteht aus zwei Wörtern. Kühl und Schrank. بتتألف فيها من كلمتين، الكول والشرنك. Hier haben wir eine neue Bedeutung. So, und nun kommen wir zu den Vor- und Nachsilben. Die Vorsilben werden betont, also das heißt, man macht einen kleinen Stopp und dann spricht man den Rest des Wortes aus. الفورزلبة بيساوي بيكون البتون عليه، وبيكون بنفس الوقت انت بتحكي الفورزلبة وبتوقف بتكمل الجملة، مثل wie zum Beispiel end. Das ist eine Vorsilbe. الانت هون هي فورزلبة، بتقول انت بتوقف شوي. انت شولد
Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung هي المازرة. انت قلت انت بس ما وقف طبعا ساعة بدك هي استوبة ما بتاخد اقل من جزء من الثانية. Entschuldigung صار مقطع لحاله الانت. Entschuldigung. Wie noch ein Beispiel. Entstehung. 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 كمان نفس الموضوع. الانت هو فورزلبة وبقية الكلمة اشتهung. اشتي هي كمان مقطع والانج مقطع تاني. مقاطع الكلام هم تفرق معك. نحن الاستي هون اللي فظناها اصلا بالشت لانه ببداية مقطع صوتي جديد. انت اول مقطع شتي تاني مقطع انج ثالث مقطع بالكلمة الوحدة فيها اكتر من مقطع لهيك بنلفظ نحن الاستي هون بنفس القاعدة اللي حكينا عليها. Und hier haben wir einmal die Vorsilbe imp. هلا في عندنا كمان الفورزلبه اللي هي المقطع الامب اي ام بي. In dem Wort Empfehlung. Hier wird P und F nicht laut dem Regel, was wir zuletzt gelernt haben, dass die Betonung auf dem F komplett kommt. Hier wird die P ausgesprochen und die F auch ausgesprochen. هلا بهي الحالة نحن الدرس الماضي قلنا انه لما بيجي الب والاف مع بعضهم ورا بعضهم بدك تلفظ الاف بشكل قوي والب يدوبك تلفظه. بهي الحالة اللي نحن عنا حاليا هوني هون في عنا مقطعين صوتيين اللي هي ا الامب وبعدين الفيل. هون بدك تلفظ اثنين بشكل طبيعي لانه كل وحدة ببداية وحدة بنهاية مقطع والثاني ببداية مقطع صوتي جديد. Empfehlung نصيحة هي المعنى هي مو يعني ما بنصحكم هي المعنى تبعت Empfehlung هي نصيحة. فبدك تلفظ الب تلفظ الاف بنفس الوقت عادي كلهم تمام ما بتأثر شيء وبتنزل شيء مثل ما القاعدة الأولانية. في عندك مقطع صوتي لازم هذا الشيء الواحد ياخذ انتباه عليه. مقطع صوتي شو يميز بيناتهم وين انتهت وين بدأت مرة ثانية. Noch ein Beispiel. Empfangen. المثال الثاني امب كمان نفس الموضوع. امب بتوقف هون فصلت خلص المقطع صوتي. امب فانجن اللي هي يستقبل. امب فانجن فعل يستقبل. Noch ein eine Vorsilbe das heißt fair. كمان في عندنا فورزلبه ثاني هلا هو الفير. Wie in dem Wort verstehen. مثل الفعل نحن اخذناه هذا الفعل يفهم verstehen oder verbieten او verbieten اللي هو فعل يمنع verbieten يمنع. Da haben wir unter. هلا عندنا المقطع unter كمان هذا مقطع لحاله. Hier macht man einen Stopp nach dem unter weil so oder so das Wortteil Recht wird mit R auch anfangen. Also das heißt, man spricht hier zweimal R, wie in dem Wort Unterricht. بهي الكلمة عندك نهاية مقطع صوتي بالR وبداية مقطع صوتي تاني بعده كمان بالR. بهي الحالة أنت إجباري رح توقف شوي لأنه بدك تلفظ الRين. بهي الكلمة هتلفظ الRين ورا بعضهم. Unterricht. Unterricht لفظت أول وحدة بنهاية مقطع والثانية بداية مقطع جديد. Unterricht هي الدرس. Unterricht. Unternehmen. Unternehmen هون عندك هاي الكلمة بتاخد معنيين. أول معنى لها هو كفعل واللي هو يعمل أو يساوي شيء. عندك الفعل الكلمة الثانية كاسم تجي بمعنى شركة. Unternehmen بمعنى شركة. Dann haben wir noch R, wie in dem Wort Eröffnung. هلا في عنا المقطع الصوتي كمان المقطع الفورزلبه اللي هي الاير. عندك Eröffnung هي الافتتاح. Eröffnung ثلاث مقاطع صوتيه. Oder Erfolgreich. Erfolgreich ناجح. Erfolgreich. هلا في عندك شغله اذا انت اصلا
بدك تقلي مثلا انا مو قادر اميز بالمقاطع بالكلمات، بس انت لحالك على اللفظ رح يطلع معك، لانك انت رح تخلص الكلام يعني. طبعا رح يبين معك الموضوع بحدود 90% بكل الكلمات، في كلمات ما رح يبين، صعب شوي انك يبين المقاطع الصوتية، بس من خلال اللفظ عليك رح توقف عند نقطة وتبدأ من نقطة جديدة لحالك انت. اير فولك رايش، اير فولك رايش، رح يبين عليك المقاطع الصوتية لحالك. جي اي في ان دم فورت جيزيشت. هلا في عنا كمان الجي اي، هي بتاخد في لها كلمات كتير اصلا بتبتدي بالجي اي، مثل جيزيشت هي الوجه، جي زيشت انت انتهيت مقطع طلعت بمقطع جديد، جيزيشت هي الوجه. اودر جي ماينزام، جي ماينزام معا او مع بعض. بين في ان بشراي بونج، كمان في عنا مقطع بي اللي هي، وفي عنا المثال عليه بشرايبونج هو الوصف، بشرايبونج وصف، او بشيلدرونج، بشيلدرونج كمان وصف، كان تنتين نفس المعنى، بشيلدرونج وبشرايبونج نفس المعنى، وصف وصف. Ich werde jetzt noch einmal die beiden Wörter etwas schneller aussprechen. Beschreibung. بشيلدرونج طبعا هو الكلام اللي كان عم يقوله بالالماني، اللي هي انه بده يقول بس الكلام مره ثانيه بسرعه. هينتر في ان دم فورت هينتر جروند، كمان في عندنا مقاطع صوتيه، كلمات تبدا بمقاطع صوتيه، هينتر، هينتر جروند هي خلفيه، او ده هينتر تور، او كمان عندك هينتر تور الباب الخلفي. For der. For der. For der. Wie in dem Wort for der Grund. For der Grund. For der Grund هي السبب المعلن يعني. سبب المعلن. السبب المعلن for der Grund. Oder for der Tür. أو في عندك for der Tür. For der Tür اللي هي الباب الأمامي. بس في عندك نقطة هون، لو انه نحن كاتبين حرف التي بشكل كبير كانت صارت امام الباب، مو صارت الباب الامام، الباب الامامي، كانت صارت امام الباب. For their tour صارت هيك، هي الكلمة صارت هون امام الباب، اما الكلمة الفوقانية نحن كاتبينها هي بتعني الباب الامامي. So und jetzt setzen wir einige Wörter zusammen. هلأ كم شغلة على السريع. Brief und Träger machen Sie zusammen ein Briefträger. هلأ Briefträger هي ساعي البريد، نفس الشيء مقطعين صوتيين. Post und Kasten macht ein Postkasten. Briefkasten. Postkasten و Briefkasten نفس المعنى، اللي هن صندوق البريد اللي بيكون على الباب. بوست كاستن، بريف كاستن. دويتش كورس، دويتش كورس الماني، كورس الماني اللي هي دروس المانية يعني. Hier haben wir einige Nachsilben wie in dem Wort Geschwindigkeit. هلا في عنا كم مقطع اللي هنا بينتهوا فيهم الكلام، مثل Geschwindigkeit هي السرعة. المقطع اللي بنتهي فيه هون عندك أول شيء عندنا مقطع الجي ابتدأ فيه الكلمة، الكايت شيء اسمه نخزل بالمقاطع اللي بتنتهي فيها الكلمات. Oder die Nachsilbeheit wie in dem Wort Gesundheit. كمان هون عندنا اثنين فور ونخزل ب، أول وحدة الجي وثاني وحدة الآخر وحدة اللي هي الهايت، كمان مثل الكايت نخزل ب بتعامل معاملة نخزل ب. Geschwindigkeit هي السرعة، أنا ما بعرف إذا قلت ولا لا، بس والجزندهايت هي صح. Noch ein Nachsilbe heißt Schaft und das macht zusammen Wissenschaft. كمان في عندنا نخزل بتاني Schaft Wissenschaft صارت بمعنى العلم. Wissenschaft. Mitglied Schaft. Mitglied schafft. Mitglied لحالة هي عضو، مع schafft لحالة، سوري ما شرحت أصلاً كمان الوسن، الوسن لحالة هي المعرفة،
Wissenschaft هي العلم بحد ذاته، معنى كلمة العلم. Mitgliedschaft، Mitglied لحالها هي عضو، مع الشافت صارت العضوية، اسم العضوية. Dann haben wir noch ein Wort, was schwierig auszusprechen ist. Es ist Mundart. هلا عنا Mundart. Mund التم، الارت نوع، التنتين مع بعضهم بيصوروا طبعا هن بعيدين عن بعضهم بس ممكن يعني قريبة شوي على تكون المعنى هي اللهجة. Mund art لهجة. Wichtig ist, dass man hier einen Stopp macht zwischen Mund und Art. Mund Art. ضروري الواحد هون يكون واقف بهي بهي الحالة. Mund art بدك توقف، بتحس انت بكلامك عم توقف شوي صغيرة. Mund art. Mund art. Universität. Universität. ثلاث مقاطع صوتيات، أربع مقاطع صوتيات كمان. Universität هي جامعة، كمان التيت هي من الشيء اللي بيتاخذ نخز البي. Oder Fakultät. Fakultät هي الكلية، طبعا الجامعة أكيد الجامعة الكبيرة، الكلية اللي بتكون بقلب الجامعة. Dann kommen wir zu dem Wort Organisation. يعني Organisation هي منظمة. Tourismus. Tourismus هي سياحة. Tourismus كمان عندك المقطع الاسموس هو نخز البي. Tourismus. Spazieren. Spazieren عندك ال E A R A N هو كمان نخز البي. Spazieren هي الفعل يتنزه. Oder Spaziergang. Spaziergang هي الجولة التنزه بحد ذاتها، كمان الجانج هو نخز البي. Hier haben wir auch einmal Eingang und Ausgang. هون بهدول المثالين مجموعين فيه نخ وفور زلبه مع بعضهم، يعني ما في عندك صلب للكلمه. الاين هي اصلا فور زلبه بحد ذاتها تستعمل باكثر من كلمه. الجانج كمان هي نخ زلبه بتستعمل باكثر من كلمه. اين جانج واوس جانج. هلا اين جانج هي المدخل، الاوس جانج هو المخرج. So, im Wort Kugel Schreiber haben wir drei Silben. Einmal Kugel, das hat an sich eine Bedeutung. Schreib, das hat an sich eine Bedeutung. Und Kugelschreiber zusammen, das bedeutet was anderes. هلا في عنا هون ثلاث كلمات، مو ثلاث كلمات، كلمتين مزوين بعضهم، ثلاث مقاطع صوتيات. كوجل هي الكرة، شرايب هو الكتابة. شرايبا صارت وظيفة الكتابة. كوجل شرايبا صار القلم الأزرق. بلاي شتفت. بلاي شتفت، البلاي هو الرصاص، شتفت هي هو القلم. بلاي شتفت صار قلم رصاص. دويتش ليرر. دويتش ليرا استاذ الماني. دويتش هي الماني، ليرا هي هو الاستاذ. دويتش ليرا استاذ الماني. Und hier haben wir ein großes Wort, was schwierig ist, aber wenn man die Bedeutung von jedem Wort kennt, dann weiß man auch noch eine Bedeutung von einem zusätzlichen Wort. Geschwindigkeitsbegrenzung. هلا هون عندنا كلمة طويلة شوي، طبعا مو من الكلمات يعني هي يا دوب بتنعد من كلمات طوال، لسه في أكثر منها بكثير بالألماني، بس لما الواحد بيعرف كل معنى كلمة في هون بهي الكلمة الوحدة، فيها أكثر من كلمة، لما أنت بتعرف كل معنى كلمة راح تقدر تعرف شو معنات الكلمة الكاملة اللي هي متألفة منها، اللي صارت طلعت معنى المعنى الجديد لها. Geschwindigkeits كايتس بجرينتسونج هي السرعة المحددة. Geschwindigkeit السرعة، الاس اس يعني فصل وصل انك توصل بين الكلمتين. بجرينتسونج هي المحدد. بجرينتسونج محدد، والجشفندش كايت سرعة. جشفندش
Geiz, Begrenzung, Sir'an Muhaddadi. Und hier haben wir zuletzt noch ein großes Wort. Groß, Schiff, Fahrts, Weg. كمان عندنا هون groß, Schiff, Fahrts, Weg. Weg, طريق, Fahrts, ممر أو إنه مسرة. Schiff, groß Schiff هي السفن الكبيرة. يعني طريق المعنى العربي له طريق للسفن الكبيرة. مسار السفن الكبيرة. Wir haben auch einige Vorsilben, die auch eine Bedeutung machen können. هلأ في عندنا كمان لسه فورسيلبتانيات اللي هن كمان بيساووا بيعطوا معاني بيغيروا معاني الكلام اللي احنا بدنا نحكيه مثل ال in up e in up ear ear l راح نشوفهم شو هن هلا. Wichtig ist, dass man auch nach jedem einen kleinen Stopp macht. كمان عندك يكون المهم انك توقف بعد كل مقطع منهم كل وحده من هذول توقف شوي بعدين تكمل بقيه الكلمه. في ان ستابيل ان ستابيل ان ستابيل غير مستقر ستابيل لحاله مستقر الان لما دخلت على الكلمه هي صارت نفتها صارت غير مستقر او اب نورمال أو أب نورمال أب نورمال نورمال عادي أب نورمال صارت غير عادي كمان نفتها أو در إير ريال إير ريال ريال حقيقي إير ريال غير حقيقي إل ليغال ليغال شرعي إل ليغال غير شرعي آل ديزي فورزيلبن جيبن دي بيدويتونج دير نيجاتيون كل هدول الكلمات بيعطوا معنى النفي. Und hier kommen wir zu einem Regel und somit beenden wir die Aussprache der deutschen Sprache. Das ist die vier Buchstaben zusammen. T I O N spricht man als Zion aus. هلا في عندنا هون القاعدة الأخيرة أن هدول الأربعة لما بيجوا مع بعضهم رح تلفظون Zion Zion. Wie in dem Wort Information. مثل الكلمة Information معلومات Information. Oder Station. أو Station هي جناح بالمستشفيات أو أي شيء Station جناح. Hier haben wir nur Information, aber keine Regel. هلا في عندنا نحن معلومة بس مو قاعدة. مكتوبة بالعربي كمان معلومة وليست قاعدة. Here T-I-A-N am Ende eines Wortes kann manchmal als Zien ausgesprochen. هلا في عندك T-I-A-N لما بيجوا كمان بهالطريقة هاي ممكن انك تقولون بتسين تسين موتسيون تسين مثل كرواتسيان كرواتسيان كرواتيا كرواتسيان 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 أكتسيان أكتسيان كمان نفس الموضوع أكتسيان تي اي ان بالأخير اللي هن أسهم البورصة أكتسيان und kann auch die drei Buchstaben als tsie ausgesprochen. كمان ممكن انه يلتفظوا طبعا هدول ما تدقق عليهم كثير بس ولكن هي كمعلومه تحطها معك للايام الجايه مو اكثر تسي اللي هن الثلاث احرف تي اي تي اي اي تي في ان دم وورد اكتسيان und das ist singular form von aktien. هلا الاكتسي لحالها هو المفرد من اكتسيان الاكتسيان هن الاسهم هو سهم واحد اكتسي حط هاي هيك بطرف الدفتر ممكن تحتاج الايام الجايه ممكن ما تحتاجها انه اذا اجتك هدول الكلمات تلفظهم بطريقه التسيه. Somit beenden wir unsere Folge für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. هلا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وإن شاء الله تكون تمام عجبتكم وبنال إعجابكم إذا ما عجبتك حط لي تعليق تحت صغير لحتى أعرف إنه عجبتك ما عجبتك اكتب لي ليش ما عجبتك وحط لي dislike. Salam alaikum.